في حاجة تانية برضو قريبة من كده اسمها linearity. دلوقتي لو انا عندي objects of different attenuations اوكي وفرضا كلهم بيقعوا على straight line، هل لو انا دلوقتي رسمتهم، لو انا خدت فرضا بلاش ان انا بقول ان هم ستريت لاين، ممكن ان هم يبقى مجموعه اتنويشن كوفيشنز مختلفين وخلاص. لو انا حسبت لهم السي تي نمبرز بتاعتهم ورسمت كيرف عباره عن السي تي نمبر فيرسس الايه؟ الاكشوال اتنويشن، هل هيطلع ستريت لاين؟ طبعا دي بتقول لي ان انا هل ان انا بتعامل في المكنه بتاعتي مع الديفرنت اتنويشنز بنفس الطريقه ولا في اختلافات؟ اوكي فاللي بيحصل في حاجه زي كده ان احنا بناخد فانتوم بيبقى فيه اوبجكتس اوف ديفرنت اتنويشنز ونقيس الفرق بقى في الستريت لاين دوت اللي هو بنرسم الستريت لاين اللي هو بين الـ او مش نرسم الستريت لاين، نرسم الكيرف او النقط، نوقع النقط بتاعت السي تي نمبر كام عند كل اتنويشن اوكي، ونقيس الفرق بقى بين النقط دي والستريت لاين اللي احنا المفروض نتوقعه اللي هو ان السي تي بيساوي الرقم بتاعه اللي احنا شفناه في الايكويشن بتاع السي تي نمبر ده اللي هي شفناها في الاول خالص، نشوف الفرق بين الكيرف ده اللي هو الستريت لاين المفروض يطلع والحاجه الحقيقيه اللي احنا قسناها، ونطلع الكيرف اللي هو الفرق بين الاثنين ده بالدين دول اللي هو عباره عن المين سكوير ايرور ده واسميه لينياريتي. اوكي واللينياريتي ده الحقيقه مهم جدا عشان ما يبقاش في عندي ديستورشن في حته من الكيرف او حته من السكيل بتاع السي تي نمبرز، ودي ممكن تعمل لي مشكله الحقيقه ان انا ممكن اديتكت حاجه انها مختلفه وهي ما تكونش مختلفه. اوكي فدي الحقيقه برضو ممكن نقيم بيها او نقارن بيها الايه السي تي سكانرز مع بعضيها.